اهلا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كل تمام حبايبي الكرام. مثل ما انتم شايفين حبينا نعمل مسابقه خفيفه نظيفه على الشخصيه الجديده يا حبايبي. طبعا شباب، المسابقه هي انه ادخل ديو. اوكي، راح اخلي احمد يقولها. احمد انت شو على المسابقه؟ يلا روح تفضل وعرف عن نفسك. روح. انا احمد من شوالي، تابع عليكم من زمان. المسابقه هي ان عليكم راح ينتحر وانا اجيب كله. كابو، هاي هي المسابقة. اوكي حبايبي، مثل ما انتم شايفين عمورة الدب دخلت على الديسكورد يا زلمة. قلت شو علي، يخرب بيت سندك، قاعد عم سجل كنت. اوكي، يخرب بيت سندك عمورة. يلا اوكي شباب، يلا يا اخي انت التخريب بار يا زلمة، يخرب التصوير علي، يخرب بيت سندك. اوكي احمد جاهز؟ حبيبي انت واهل مصر على راسي من فوق. يلا احمد نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ريدي؟ يلا جو جو. يلا عمرو، راح افتح لك البس على الديسكورد عشان تتفرج. يا مخرب يا زلمه، يخرب بيت سنتك انت. الظاهر انت ما كفاك التخريب يا حساب، لازم نعمل لك وحده ثانيه. والله غير اخذ حقي. والله اسكت يا زلمه، نوب يا زلمه، اسكت حبايبي نوب. طبعا شباب، شو عم تصور؟ عم نصور على المسابقه هيك حلوه على الـ على الـ الـ شو يا زلمه، ذكروني شباب شو كانت المسابقه. لك احمد شو كانت؟ شو عم نعمل هنا؟ مين انت؟ لك شخصيه جديده، نزلت شخصيه جديده وحتى بعرف شو اسمها يا زلمه. عم نعمل تحدي انا واحمد. راح اتفرج وشوف. بدي اعرف يا اخي، بدي اعرف. احكي لي. خلص يا زلمه، خلص اسكت، رح تشوف يا زلمه، خلص رح تشوف، اسكت. لك شو هو التحدي يا اخي؟ احكي لي. لك تحدي انا بنتحر واحمد لازم يجيب على القليل واحد كيل ويجيب كلات، يعني كل الجيم. اذا جيب البويا وضعه لوز، انا رح انتحر وهو يلعب. ايوه يلا، بعد هذا الجيم بيجي دون. صح؟ ايه ان شاء الله ان شاء الله. دوري. يلا احمد، انا راح انزل، انت انزل وين ما بدك، انا راح انزل هون. اوكي يلا ليتس جو. طبعا شباب الصراحة حتى الخاصية الشخصية ما بعرف شو هي، يعني والله يا شباب جديد داخل وحبيت اعمل هالمسابقة. طبعا شباب بالنسبة للمسابقة، شباب عم نعمل تيم كود اوكي على الانستغرام، ماشي يا اساطيري. الكل يروح على الانستغرام شباب، بنزل راح نزل ستوريات ان شاء الله بعد هذا الفيديو. اوكي تعالوا عشان تشاركوا بالمسابقة. يلا خلينا شباب، انا بنا يعني هيك نازل لحالي، لازم نجيب لنا كم لقطة هيك، يمكن يعني كيف كم خويت كلات ما نموت هيك موتة يعني عادية. حبيبي احمد، حبيبي احمد، مين بعدي؟ طلق زمان تعبان احمد هيك؟ ايه حبيبي، حبيبي احمد. من وين موصل انت احمد؟ من وين يا حبيبي؟ شرعية. يا لهوي احمد، انت لازم اذن، انت لازم تشحن لي الشخصي. ها انا جبت كلين. دمي خردقتهم. لا خليك انا لوحدي وانت. تعال يا ولد احمد، شو وضعك احمد؟ عمورة، عم تشوف عمورة؟
اما شوف ان شاء الله يكون يطير لك راسك. كسي ولاك. يلا ابلع ابلع ابلع. لك اهجم علي يا زلمة. لك وين بدك تفر؟ دمه طلقة دمه طلقة. وين هذا؟ سلك ساخر شي طلع هربان. ليكو 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 معلم ولا شفته شفته. تعالوا تعالوا. هيا يا يقتلني يا يقتلوا. ابلع. هيك شباب شو عم بعمل؟ انا عم بلعب كيف؟ لا ما رون تحر رون تحر. انا بدي اقتل. لك ثواني 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 على التهر ثواني ثواني خلص بدي اربعك كلياتك ثواني. احمد جيتك يا احمد جيتك جيتك جيتك. ارمي 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 الدرع ارمي الدرع. ثواني 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 ثواني. عمورة وين 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 في برميل هون يا زلمة؟ اطلع حالي يعني نساعد شوي احمد يعني يا اساطير. ما في هون روح اطلع الجبل وراك. طب ثواني انتحر افجر السيارة واقعد. لا 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 خذ خذ السيارة خذ السيارة واطلع البرميل. لك ثواني عم. ايش قد يتب يا الزلمه؟ فكرت اقدر ادخل السياره و... ثواني ثواني ما عندك يلا بلا. كمان يا سلام انا عايز انتحر احمد انا عايز انتحر يا اسطى. لا لا خليه خليك احمد خليه 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 وضعك لوز. ثواني يا الزلمه. اوه علينا وبعد ايه شباب ما عم في محل ناخذ ال ها ها يا خلي اقتني تعال اقتني تعال اقتني تعال تعال يلا كفو عليك روح اقتل خلي يلا خلاص احمد شباب قال هي خاصيته خاصيته المسدس والرشاش هلو هذا الرشاش طلق يا احمد والمسدس ايوه ايوه إذا قتلت واحد وخلصت الطلق صار صفر الطلق بيعبي لك 10%. كيف يعني يعبي لك 10%؟ يعني إذا ما عندك طلق بيعبي لك هو المخزن تلقائي 10% بتطلق طلق فيه. آه يعني إذا بتخلص طلقاتك هو بزود لك إياهم يعني. أيوه إيه. بس تطور على الماكس لحظة أشوف على الماكس. عادي. أيوه أحمد. معاك 9000 تاخذ طلق. لا ما بدي تدخل على الماكس. بنسبة 25%. والله لوز يعني يعني اذا بيخلص ال 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 الرصاص عندك هو بيعطيك اذا قتلت واحد وخلص الرصاص عندك بيعطي لك لوز 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 لوز. كفو كفو كفو. واحد على اليسار يا احمد. يا احمد يا احمد يا جميل. خلاص ربحت الشخصية خلاص ربحت الشخصية بس يعني كمل الجيم معلم واحد كيل لازم يعني تكمل الجيم جبنا يعني كيل كيلين هيك يعني مشان نشوف هيك جميل شوف شوف راسه عمورة شوف شوف عم شوف راسه شوف راسه شوف شوف قصة شعره شوف قصة شعره عمورة عم شوفه ولا لا عم شوف راسه من ورا شوف شوف شايفه علي اه هذا الفيديو شايفه هذا راح نشره الساعة ايه اذا وصل 5000 لايك ايوه والله اكبر انتقام تخريج حسابك حينزل خسي ولاك بنشوف بس خلي يوصل خلي يوصل 5000 لايك لنشوف لنشوف شو راح تصرف معلم بس الجولد تصرف الجولد يا اخي لا بس هاي بس خلي اجيب اجيب الشخصية اول شيء الجولد الجواهر كل اشي موجود بالحساب بدي خربه صناديق اوكي 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 ماشي لنشوف معلم لنشوف 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 عم يادن عند احمد شباب تشاهدوا يلا يا احمد يا جميل الكاميرا عليك يا احمد اريد نايس نايس سو جود سو جود سو جود سو جود اعتقد هن ورا يا احمد ورا ورا الحجار هذا الحجار هن بالكار هيتش وراك واحد احمد وراك واحد احمد
كفو عليك احمد، كفو عليك، كفو كفو عليك احمد، كفو 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 كفو. يلا كفو عليك يا احمد يا جميل، كفو عليك يا صديقي العزيز. قول لي دايموند فور، كفو نايس. هيا حسابي التاني. اوكي احمد، اوكي احمد، كفو عليك حبيبي، كفو عليك، تستاهل، تستاهل الشخصيه الجديده حبيبي، تستاهل، كفو عليك، كفو عليك. احمد شو كان احساسك يا احمد؟ شو كان احساسك يا احمد؟ وربي وربنا متوتر عندي. عادي حبيبي والله، تستاهل حبيبي، تستاهل، تستاهل حبيبي. يلا بس ثواني شوي راح نحل لك التوب اب، هدي شوي، دقيقه شوي، ثواني حبيبي. ثلاثة خمسة اثنين صفر خمسة واحد. هاي ثواني. هلا حبيبي، هلا حبيبي، ثواني شوي. ثلاثة خمسة ثمانية صفر. مبروك عليك حبيبي، مبروك عليك، مبروك عليك شخصية حبيبي، مبروك 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 عليك شخصية. هذا حسابي الثاني يا أحمد، حسابي الثاني هذا، مبروك عليك، مبروك عليك حبيبي، مبروك مبروك مبروك. أوكي يا حلوين، هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم حبيبي الكرام، إن شاء الله عجبكم مقطعنا. لا تنسوا تحطوا اللايك والشير وتشتركون بالقناة تحت، وإذا عجبكم المقطع شباب وصلونا هذا المقطع على آلاف اللايكات حبيبي الكرام. نشوفكم على خير، سلامات.